الآن قناة الإرث النبوي تقدم لمشاهديها الساعة العلمية، دروس علمية بطريقة منهجية. الشيخ الدكتور ناجي بن راشد العربي من البحرين يشرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. الشيخ المحدث طارق سردار المكي الشهير بأسانيده المتينة يشنف أسماعنا بقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سلسلة الإسناد، وقراءة في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. لنبقى أيضا في ذات الباقة مع الشيخ الأزهري هشام الكامل ليبصرنا في العقيدة الإسلامية بأسلوبه السلس المميز من خلال برنامج عقيدة العوام. ولشيوخ الشام نصيب، الشيخ صاحب الأسلوب الرزين الهادئ الشيخ أحمد الخجة يبحر في أخبار إعلام الأنام بأسلوب سلس بسيط مشوق. كل هذا وأكثر في الساعة العلمية، دروس علمية بطريقة منهجية.